السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم جميعا في لقائنا المتجدد في جمال الصحة. اليوم لقاء مع دكتور بروفيسور راح يتكلم عن موضوع مهم جدا وهو النوم. كيف ننام؟ ما هو النوم الصحي؟ كيف يؤثر النوم السيء واضطراباته على الكبار والصغار؟ ما هي الأضرار والمشاكل؟ ما هي الصعوبات التي بنواجهها؟ متى يجب أن ننام؟ كم ساعة يجب أن ننام؟ كلها أسئلة تدور في دماغنا. عشان هيك اليوم استضفنا عالم بهذا المجال، الدكتور قيس غانم. أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير، شرفتنا. الدكتور قيس يعني أشهر من نار على علم في كندا، حاصل على 9 شهادات في الطب، 3 منها في بريطانيا و3 منها في كندا و3 من أمريكا. هو أصلا من مواليد عدن، يعشق الأدب كما لكن وظيفته هي الطب. تخرج من جامعة أدنبرا في بريطانيا في الـ60ات، وحصل على تخصص في طب الأطفال، وثم اجتاز اختبار طب الأطفال في الكلية الملكية الكندية، وعمل بعدها في الأمراض العصبية وفيزيولوجيا الأعصاب في كندا، ثم انتقل إلى أمريكا ودرس في جامعة ميشيغان، وهناك عمل في موضوع تخطيط الدماغ وتخطيط العضلات وعلاج الآلام، وثم بدأ عمله في أمراض الأورام. طبعا أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتنا كثير. احنا مبسوطين انك معنا اليوم في لقاء راح يكون مميز ان شاء الله عن النوم. دكتور، اول سؤال بسألك اياه، ما هي اهم الامور اللي بدك تحكي لنا اياها عن النوم؟ كيف نتكلم؟ ما هو النوم؟ نعم، النوم يعني الحقيقة هو شيء الذي يسري على تقريبا كل الحيوانات حتى الحشرات الصغيرة، وطبعا من الصعب أن يستطيع الطبيب أو العالم أن يقيس إذا كانت الحشرة نائمة أو لا، بينما في الإنسان بسيطة جدا، لأنك تحط أسلاك على سطح الرأس وتستطيع أن تسجل كل الموجات المختلفة، وعن طريق الفريكونسي مال الموجات تستطيع تعرف أن هذا الشخص نائم، وأيضا إذا كان في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو ريم، الذي هي مرحلة الرؤية عندما تحدث الأحلام. في الحيوانات الصغيرة صعب، لكن برضو ممكن عن طريق يعني تصوير الحركات المعينة للحشرات، فهذه الطريقة العلماء علماء الحشرات يعني يعرفون إذا كان الحيوان نائم أو صاحي. حتى الطبيب يعرف إذا كان الشخص نائم، عادة يستغرق دراسة طول الليل طبعا. أوكي. لأنها مراحل، نوم مراحل. طب السؤال الأول اللي يطرح على أي شخص بفكر في هذا الموضوع هو كم ساعة اللي يجب أن أنامها، سواء أنا ولد صغير كبير، الأعمار يعني هل تختلف، وكم ساعة لازم أنام في اليوم؟ بالنسبة للشخص الذي يعني في عمرك، تقريبا 7 ساعات إلى 8 ساعات معدل. وعندما تصل إلى عمري بيكون شوية أقل كمان. كل ما تقدم العمر قل مع الشيخوخة تقل المدة اللازمة للنوم. وعلى عكس ذلك في الطفل المولود عادة ينام شيء حوالي 16 ساعة في اليوم. يعني أحيانا بتشوف الطفل يكون بيرضع وهو نايم، لأنه المص يظل شيء يعني أوتوماتيكي، يعني كما زي السليقة
بتصل حليب وفي نفس الوقت هو نايم. إذا حطيت أسلاك على رأس الطفل بتشوف أنه نايم. وبعدين الطفل اللي هو مثلا في سن سنة واحدة بينام حوالي 14 ساعة. بعد كده الطفل قبل دخول المدرسة وشوية أقل كمان يكون زي 12-13 ساعة. في سن المراهقة عادة تكون بين 9-10 ساعات وهكذا. وبعدين في الكبار بين 7-8 ساعات. ولكن من الضروري أن يعني أن يدرك الناس أنه مش كل شخص يجب أن ينام 8 ساعات. هناك يعني رينج. في ناس بيناموا 6 ساعات وهم مبسوطين جدا ويكونوا بيصحوا في الصباح وهم على ما يرام ومخهم شغال كويس. وآخرين إذا لم يجدوا 8 ساعات من النوم يبقى يعني أو يعني منزعج وما يقدر يفكر ومضايق من الموضوع. في كل الوظائف الفيزيولوجية عند الإنسان تختلف دائما من بالعمر من شخص إلى آخر حسب إذا كان مرأة أو رجل ألخ. ولذلك يعني لا تقلقوا إذا كان وجدتم أنه أنتم بتناموا 7 ساعات فقط بينما أخوك بينام 9 ساعات ولا صديقك بينام 9 ساعات. يعني مش مهم. أهم شيء أنه أن تكون أنت صاحي في النهار ودماغك شغال وقائم بوظائفك العادية في أثناء النهار. هذا كل ما يلزم. يعني أنا اللي فهمت منك أنه هذه الأرقام اللي أعطيتنا إياها هذا المتوسط وليس النوم. نعم. سؤال أعتقد أنك جاوبت عليه من الأستاذ محمد تميمي بيقول هل حقيقي أن الإنسان يحتاج النوم يختلف من شخص لآخر؟ يعني في إنسان بينام 3-4 ساعات تكفيه؟ 3-4 ساعات نادر، لكن أحياناً بيصير خاصة عند الكبار في السن. هو المدة بتقل مع العمر. فنادر، أنا ما حصل أني شفت عدد كبير من الناس اللي بيحتاجوا إلى 3-4 ساعات. تكون يمكن 5-6 ساعات في الكبار جدا صحيح، لكن مش أقل من كده. طب ما دامنا احنا في الارقام الان، السؤال المهم جدا، هل هذا النوم يجب ان يكون مستمر؟ يعني 8 ساعات نفرض انه هو لازم انامهم، هل لازم انام من العشرة للثمان للست صباحا، ام ممكن انام انا 4 ساعات في الليل 4 ساعات في النهار متقطعا؟ نعم ممكن. هذا سؤال وجيهي جدا ومهم، لانه بعض الناس بيشتغلوا في نوبات اثناء النهار ومضطرين أنهم يناموا في المساء، وأيضا كمان كما يقولوا قبصة في الظهر ولا بعد الظهر، فهذا مناسب أيضا. إذا كان النوم قصير جدا، إذا كانت الفترة مثلا نصف ساعة فقط، الشخص لا يستطيع أن يصل إلى مرحلة النوم العميق، وهي المرحلة المفيدة والتي يعني تخلي الإنسان يصحى وهو يشعر بنشاط وأنه يعني عمل ريفريشنج للدماغ وتفكيره. ولكن إذا كانت المدة الثانية أو الثالثة ساعتين مثلا، يصل الإنسان إلى النوم العميق. هناك مراحل في النوم ممكن أن يدخل فيها بعض شوية. حندخل فيها دكتور المراحل هاي. طبعاً أستاذ محمد بمزح أكيد، بيقول يعني لو واحد بينام أقل من 5 ساعات هل هذا مؤشر على الشيخوخة واقتراب الأجل؟ في حالة الشيخ السيد محمد نعم. سامعنا يا محمد؟ الله يحفظكم جميعا. لا طيب. هو الحقيقة تفضل دكتور.
صحيح، هو يعني الإنسان كل ما كبر في السن يحتاج إلى نوم أقل، وأيضا نوعية النوم تختلف. فالشخص الصغير في السن ينام نوم الموجات البطيئة، ما يسمى slow wave sleep يعني بالإنجليزي، بينما الشخص اللي في سني وأكبر يكون أكثر يعني من stage 2 stage 1، يعني من النوع النوم الخفيف. ولذلك مش بس الكمية مهمة ولكن أيضا النوعية. واضح واضح. طيب سؤالنا التالي دكتور، هل هناك فرق بين النوم الليلي والنوم النهاري؟ يعني أنا ناس بقول لك تنام بالليل أفضل، بيزيد إفراز هرمونات معينة، إفرازات النمو وواتبه. لا لا لا، ليس هناك فرق بين النوم النهار ونوم الليل إذا اعتدت على ذلك. فالناس اللي يعملون مثلا في المساء ويضطرون أن يناموا في النهار ينامون بنوعية النوم لديهم تكون جيدة ويعتادون على هذا النوم. الفرق هو أنه من الأسهل أن تنام في الليل، وهناك سبب لذلك، أنه عندما تكون الظلام محيط بك والعين لا ترى الضوء، تكون هناك إفرازات من المخ من منطقة معينة اسمها الهايبوثالاموس في المخ، التي تفرز مادة الميلاتونين. الميلاتونين هو عبارة عن هرمون منوم، وأحيانا حتى يباع كحبوب للنوم الاضطراري. وهذا الميلاتونين يعتمد على النور، فإذا الشمس كانت ساطعة المخ لا يستطيع أن يفرز هذه المادة، ولذلك يكون النوم بطيء يعني لا يأتي بسهولة. فلذلك ربنا خلقنا بحيث أنه ننام في الليل، لأنه الميلاتونين بيجي في الليل بسبب الظلام. واضح واضح. أنا استوقفتك قبل قليل وكنت بدك تحكي عن مراحل النوم، أكيد هذا شيء مهم عشان ندخل في الاضطرابات تبعت النوم، تفضل. نعم صحيح، هي أربع يعني مراحل. المرحلة الأولى نوم خفيف جدا، وعادة يستمر مش أكثر من 5 إلى 10 دقائق، وبعدين تدخل في المرحلة رقم 2 اللي هي stage 2 بالإنجليزي. وهناك الناس اللي مثلي الذين يستطيعون أن يحللوا موجات النوم عن طريق الأسلاك التي نضعها على سطح الرأس، تجد يعني موجات سريعة جدا اسمها sleep spindles. وأكثر النوم مكون من مرحلة رقم 2، وبعدين تيجي مرحلة 3 و4، وهناك نجد الموجات البطيئة، موجات النوم البطيئة. في المرحلة الثالثة تكون هناك موجات بطيئة، وفي المرحلة الرابعة تقريبا كله يكون مكون من الموجات البطيئة، وهذا أحسن النوم الموجات البطيئة كما يمكن أن ينتظر الإنسان. وهناك أيضا المرحلة الأخرى التي يجب أن نذكرها، وهي مرحلة sleep spindles اللي هي عبارة عن موجات سريعة. وفي هذه المرحلة تحدث عادة الرؤية، الأحلام. نعم. وهذه المراحل مختلفة. فأحسن شيء هو الموجات البطيئة، ولكن هذا مش تحت تصرف الإنسان، هذه يعني تأتي من الطبيعة ومن ربنا. طب هل فعلاً الاستيقاظ في مرحلة معينة أفضل من استيقاظ في مرحلة تانية؟ يعني في ناس بقول لك أنا استيقظت اليوم ومكسور نومي، المثل هذا. وأنا سمعت حديثاً في بعض الأجهزة التي توضع على اليد مثل الساعات الإلكترونية،
تعمل تراك للنوم تبعك، ومثلا انت حاطط المنبه الساعة 7 صباحا، لكن وجدت انه نومك الساعة 7 ما وصل لمرحلة معينة، فبتعطيك مثلا 5 دقائق او 10 دقائق زيادة وبتصحيك في المرحلة الصحيحة. هل هذا صحيح ام الاستيقاظ ما له مرحلة؟ لا، هناك صحيح هناك أجهزة التي يعني تقيس كمية المرحلة الثانية والثالثة والرابعة بالتفاصيل، وأنا خبير في تحليل هذه الموجات وكنت قضيت سنين وأنا أعمل هذه الأشياء. لكن يعني هذه الأشياء الكمية المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة والرابعة مش بإيدك، هي يعني أوتوماتيكية تأتيك من بالخلقة، يعني بالخلقة وحسب النوم وحسب عمرك أيضا، وإلى حد ما إذا كنت مريض بحمى مثلا بتتغير، إذا كنت أصبت بصدمة في مخك أيضا بتتغير، وهكذا. والأدوية العقاقير بتعمل فرق كبير جدا. الأكل الثقيل في الليل، الأكل الثقيل يسبب لك استيقاظ متكرر. أوكي. لكن نوعية النوم تظل كويسة. لكن العقاقير تعمل فرق على فكرة، المنومات التي تستعمل من قبل عدد كبير من الناس في كل مكان، هذه تؤثر على النوم بشكل سلبي، لأنها تزيح أو تقلل من النوم العميق، فتبقى أنت في مرحلة أولى ومرحلة ثانية، لكنك في كثير من الحالات لا تصل إلى المرحلة الرابعة التي هي أهم مرحلة لاستعادة النشاط. واضح واضح. سؤال بيسأله الدكتور الأستاذ محمد، بيقول هل لخفة النوم أو ما يسمى أو ما يكون صاحبها بمجرد أي حركة يستيقظ أي دلائل؟ بكون بيحكوا الإنسان خفيف نوم، يعني إذا أي واحد دخل على الغرفة تلاقي استيقظ. في ناس لا، ثقيل النوم، يعني إن شاء الله دبابة نزلت في البيت لا يستيقظ. نعم، هذه ما لهاش يعني explanation من ناحية طبية، لأنه هي تأتي حتى أثناء الموجات البطيئة. في بعض الناس بيصحوا بسرعة وآخرين يأخذ لهم زي ما قلت قنابل، يعني قبل ما يصحوا. ما لهاش مغزى طبي من هذه الناحية. طيب الآن بدنا ندخل في السؤال، يمكن أول مشكلة وأهم المشاكل اللي هي الأرق، الإنسوميا. الواحد بيجي نام بحط رأسه على المخدة ما بيعرف ينام. متى تصبح هاي الحالة؟ يمكن مرينا فيها كلنا، كل إنسان بمر فيها، بس متى تصبح هذه الحالة، حالة الإنسوميا أو الأرق، مشكلة فعلا تستوجب زيارة الطبيب، نشوف طبيب ونأخذ أدوية نعالجها؟ هذه هي طبعا حالة شائعة جدا وتسبب إزعاج للإنسان أكثر من أي شيء آخر، ولذلك يجب في هذه الحالة إذا كانت مستمرة، طبعا إذا حصلت لك مشكلة مثلا مع شخص خاصمت أنت وهو في العمل، أو أنت وزوجتك كنتم في عراك حول الأطفال، أو حصلت كارثة، أو فقدت يعني شخص مات من أسرتك، أو حادث السيارة، طبعا نومك راح يضطرب ويبقى متقطع، وفي نفس الوقت يكون من النوم الغير عميق، من النوم الضحل، لأنه لا يستمر. أنت حتى تصل إلى النوم العميق
يجب أن تستمر من يعني مرحلة أولى إلى ثانية إلى ثالثة رابعة ثم إلى مرحلة حركة العيون يسموها rapid eye movement REM يسموها. لكن إذا كانت الفترة كلها قصيرة يعني ما تقدرش تصل إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة فيبقى نومك ضحل وبتلاحظ هذا يستمر الأمر تلاحظ في أثناء النهار لما تحاول تشتغل وكذا تشوف أنه أنت بطريقة ما لا تستطيع أن تركز تشعر بنوع من الانخفاض من القلق وأنت جاي من قلق في الأول وهذا بيزيدك يعني نوع من القلق والانقباض وعدم الرضا من على النوم الذي اكتسبته في الليلة السابقة. يعني هاي أنا كنت حلقة مفرغة. هذه الآثار السلبية اللي بتسببها. نعم. ما بتشعر بقوة، ما بتشعر في طاقة، ما بتشعر في المود نفسه بتغير صح دكتور؟ أيوة. واحد بصير. والتركيز. والتركيز صعب جدا. في هذه الحالات ولذلك القلق من أصعب الأشياء التي أنا كنت يعني أضطر أن يعني أعالجها وفي عدد كبير من الحالات أحول المريض إلى طبيب نفساني يعني أنا نيورولوجيست لكن النيورولوجي هو الأمراض العصبية والعرب يخلطون بين لما أقول لك أعصاب هناك الأعصاب الفيزيكال يعني الأعصاب اللي ماشي في ذراعك والمخ اللي في رأسك لكن السايكايتريست طبيب الأمراض النفسية لا يفكر في الأعصاب اللي تسير في قدمك أو في أصابعك هو يتحدث عن شخصيتك عن نفسيتك. كيف نموت كيف تعاملت مع الأسرة كيف علاقتك بزوجتك هذه الأشياء من أصعب الأشياء التي يعني يمارسها الطبيب وفي عدد كبير من الحالات كنت اضطر أن أحول الطبيب المريض إلى طبيب مختص في الأمراض النفسية لأنه بحاجة إلى عمل طويل وزيارات كثيرة ويعني يأخذ تاريخ مرضي طويل جدا وإحنا كنا أكثر شيء يعني نهتم بمواضيع العضوية مثل الشخص الذي عنده مشكلة في التنفس اللي يسموها sleep apnea الحباس التنفس وهذه أكبر مشكلة في بعض الناس الذين هم أولاً في آخر العمر أو في منتصف العمر ولكن الذين هم وزنهم ثقيل جداً وعندهم سمنة وعندهم يعني رقبة سميكة جداً وعندهم شخير مرتفع هذه كانت مشكلة أشوفها دائما وأعتقد الديسكات اللي عندهم ديسكس في الرقبة بسبب برضو مشاكل في الإبنية الديسك يسبب ألم لا يعني هو لا يؤثر على النوم نفسه أي ألم يصيبك في الركبة أو في الديسكات أو في معدتك سيؤثر بنفس الطريقة يعني يعمل انترابشن وتضطر أنك تصحى وتأخذ أسبرين أو كودين أو whatever لكن الأمراض النفسية شيء آخر وتحتاج إلى صبر من الطبيب وتحليل عميق لأسباب الانقباض النفسي طبعا من هنا رسالة بنوجهها لأبنائنا الشباب اللي بمقتبل العمر إنهم لازم يناموا جيدا حتى يستطيع يصير عندهم باور في اليوم اللي بعده يروح مركز في الامتحان مركز في حياته ما يضيع على حاله جمال اليوم عشان ما نام بالليل هو
سهران او مسبب بلعب او بسوي شيء. طيب انا بس بدي اركز دكتور انت ذكرت الشباب، وهنا هناك سندروم معروف اريد اذكره للشباب اللي هم في سن المراهقه، يعني في التينيج. هؤلاء مع الاسف عندهم مشكله اللي هي ما يسمى بالانجليزي delayed sleep phase syndrome. delayed يعني متاخر. يعني انا مثلا وانت ربما بننام الساعه 10، فهم ما بدهم يناموا الساعه 10، هم بدهم يناموا الساعه 1. يعني اذا تركتهم في حالهم يفضلون، مش يفضلون لانهم هذا على مزاجهم، هكذا جسمهم مكون بحيث انه هم يفضلون او يعني يجدون اسهل ان يناموا بعد الساعه 1 أو 2 في الصباح، ولكن لانهم ينامون متاخر ايضا يريدون ان يصحوا في 10 أو 11، وهذه مشكله كبرى هكذا شائعه، بحيث ان عدد كبير من المدارس في امريكا، في امريكا الشماليه خاصه، في امريكا واقل في كندا، بيبتدوا الدراسه الساعه 11 بدل ما يبتدوا الساعه 8. اوكي، في لهؤلاء الاشخاص في هذا العمر بالذات. وبعدين بي طبعا الدراسه تنتهي متاخر 3 ساعات متاخر. طب في مثل دكتور قديم فلسطيني مثل بقول نام بكير اصحى بكير وشوف الصحه كيف بتصير. هل فعلا النوم المبكر له علاقه بالصحه؟ بمعنى أن النوم المبكر بيعطيك فرصة أنك تنام ما يكفي؟ نعم طبعا، لكن هؤلاء الشباب اللي ذكرتهم الآن لا ينامون بكير، بالعكس ويصحون في وقت متأخر، وفي نفس الوقت تجدهم في عز الصحة وفي عز الشباب، ويذهبون إلى الكليات والجامعات وينجحون في الامتحانات. فيعني هذا شيء مش ضروري، ويعتمد على عمر الإنسان وفي أي مرحلة. وترى إحنا كتير بتصير عندنا خربطات دكتور في رمضان، يعني خاصة إحنا المسلمين. أيوة. ويشفت الليل نهار والنهار ليل. أيوة. وبتصير عندنا كثير، واعتقد هلا مع موجة الكورونا والجلوس في البيت برضه في ناس كثير صاروا يطولوا في السهر. انا اتذكر عندما انا كنت في تينيج في مرحلة المراهقة، كان والدي وهو رجل عنده دكتوراه، يعني ما شاء كان يقول لي، ما كان فهمان الموضوع، كان بيقول لي أنت تقلبون الليل نهارا والنهار ليلة. وكان شائع دائما بيردد هالكلام إلي أنا وإلى أخي شقيقي الدكتور شهاب غانم. الله يسهل عليك دكتور. كان وراي بسنة. نعم. في السودان. مرحلة مؤقتة يعني. الله يحفظكم لبعض. الله يحفظكم. طيب دكتور، الأستاذ محمد بيسأل بقول لو واحد شخص نومه ثقيل وتحصل حواليه كوارث حريق وما بيستيقظ، فهل هناك حل لهذول الأشخاص؟ هل ممكن علاجهم بطريقة أو بأخرى، ولا خلاص لازم يتأقلم مع هذا الوضع؟ أنا بقول أنه هذه حالة ما بدها حل، هذه حالة طبيعية، يعني أتركه لحاله. أحسن له أنه ينام نوم عميق، مش ضروري أنه واحد يتدخل في حاجة زي كده، هذه ممكن تعتبرها نعمة من الله. صحيح. يعني مش إلا إذا كان يعني هناك كارثة مثلا حريق زي ما قلت، صحيح قد تكون لها يعني نتائج سلبية إذا كان نوم عميق. وأتوقع هاي المشكلة بتصير مع السيدات اللي نومهم عميق،
وهم مع أولادهم الصغار مثلا بيحتاجوا الأطفال تعرف بالليل يشربوا حليب أو شيء زي كده، فهاي مزعجة للسيدات. ايوه نعم طيب هاي الأستاذ محمد بيسأل مرة ثانية، بيقول لك قلة النوم هل تؤثر على الذاكرة؟ قلة النوم نعم النوم يجب أن يصل إلى المرحلة، مش المرحلة، المدة اللازمة لذلك الشخص، ولكن هذا لا يعني أن كل شخص يجب أن ينام 8 ساعات، لا، قد تكون أنا مولود بحيث أنه تكفيني 5 ساعات ونصف من ربنا كذا، وشخص آخر بده 9 ساعات ولا مش نافعه. فإذا كان الشخص اللي مبرمج انه ينام 9 ساعات فقط يجد فرصه انه ينام 7 ساعات او 7 ساعات ونصف، سيجد ان هناك تراكم للدين، ما يسمى sleep debt، يعني تراكم نقص في النوم، ولذلك سيكون نعسان أثناء النهار. يعني سواء أراد أو لم يرد، يعني مش على كيفه. طيب دكتور، من هم أكثر الناس عرضة أو للإصابة بحالات الأرق؟ هل كل الناس سواسية أم مثلا اللي عندهم ناس مثلا في العائلة عندهم مشاكل أرق، هل ممكن تصلهم هاي المشاكل؟ هل ذوي الوزن الثقيل أكثر من الخفاف؟ هل الرياضيين أقل أكثر؟ مين الناس اللي بتشعر إنه الأرق، أم هو مرض ممكن يصيب الجميع؟ لا، هو مرض يمكن أن يصيب جميع من هؤلاء الذين ذكرتهم انت، ولكن الشخص الذي هو سريع القلق للاشياء التي تحدث له في اثناء النهار عاده يكون اقل كميه، ياخذ نوم اقل كميه، او يكون نومه أقل عمق، فبدل ما يصل إلى المرحلة رقم 4 أو رقم 3 يكون أكثر نومه من مرحلة رقم 2، واللي هي يعني ما هيش في نفس الجودة كالنوم العميق، لأنه بعد النوم العميق عندما يصحى الشخص يكون قد استعاد النشاط والذاكرة ويكون يعني متأهب للعمل في اليوم التالي. واضح. لكن هل السيدات ومشاكل العادة الدورة الشهرية بتأثر على النوم ولا مش كثير؟ في بعض السيدات فقط. بعض السيدات. لا مش أنا خبرتي في هذا أنها تقريبا لا تؤثر على السيدات في هذه المرحلة. ولكن تؤثر على السيدات أثناء الحمل. أوكي. أثناء الحمل يصير هذا يصير، وكما ذكرت أنت سابقا بعد ولادة الطفل بسبب أنها تستطيع تضطر أنها تغذي الطفل أثناء الليل، تضطر أنها يكون عندها برنامج مختلف، مما يؤثر على صحتها في أثناء النهار، وتضطر أنها تنام يعني كم دقيقة كل ما تجد الفرصة. طبعا من هذا المنبر بنوجه لكل الأمهات، ولكن هناك علاقة أيضا بين نوعية النوم وبعض الأمراض العضوية، مثلا الناس المصابون بهايبرتنشن ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، هاي النوم عندهم أقل جودة وأقل مدة، ونفس الشيء لدى الناس المصابين بالسكري، وأيضا وجدوا هذا في الذين أصيبوا بالجلطة التي تسبب الشلل النصفي في المخ، الجلطة الدماغية. نعم
والسرطان، بعض أنواع السرطان. السرطان ممكن واحد يعني يفهمها لأنه سرطان تقريبا دائما يسبب ألم في مكان ما، لكن السكري لا يسبب ألم عادة إلا في إذا كان عندك في نفس الوقت نيورايتس مثلا، عندك التهاب في الأعصاب الطرفية. أما الشلل النصفي مش عارف كيف علاقته ب لماذا يسبب هذا التغيير في النوم. واضح. بدر المفلحي هذا من أعلام الجالية اليمنية. أهلا وسهلا فيك يا بدر. بسألك، هل العمر مهم لتحديد ساعات النوم في اليوم؟ إحنا حكينا عنه بس لو سريعا هيك تعطينا. بالنسبة الأرقام اللي قلت لك سابقا مش كده؟ يمكن هو دخل متأخر شوي. بالنسبة للأخ بدر وهو أعتقد حوالي في 50 من العمر، 7-8 ساعات كافية بالزيادة. نعم. لكن بالنسبة لأولادك مثلا إذا كانوا هم تينيجرز يكون 9 ساعات على الأقل بكفيهم، وإذا كانوا أصغر من ذلك فبرضو بتزيد أكثر. فإذا كانوا في عمر 3-4 سنوات ربما يحتاجون إلى بين 12 إلى 14 ساعة وهكذا. وكل ما صغر العمر كل ما زاد النوم وحاجة النوم. برضو بسأل بدر، تحية منا إله لبدر، هل يفضل تناول كوب من الحليب أو الماء قبل النوم؟ نعم. على الأقل نظريا الحليب فيه مادة التي عندما يعني تتطور أو الجسم يعمل ميتابوليزم، مش عارف الكلمة بالعربي، عمليات الأيض فتتكون منها مادة الميلاتونين. الميلاتونين كما قلنا سابقا هو يعني نوع من الدواء أو العقاقير التي تستعمل وتصنع في حبوب، لكنها تأتي من الجسم تلقائيا يعني بطريقة طبيعية عندما يكون الإنسان في الظلام كما ذكرت سابقا. فوجود الحليب يساعد على إفرازات هذه المادة إلى حد بسيط، مش إلى حد كبير. ممتاز. الأخ عبد الله ناشر بسأل، هل ممكن استخدام المينالين، أتوقع الحبوب، باستمرار بدون أضرار أم ممكن يسبب تعود عليه أو إدمان عليه؟ هو يقصد ميلاتونين. ميلاتونين، سوري. ميلاتونين ممكن استعماله لفترات طويلة حسب معرفتي، ولكن أي دواء تستعمله لفترة طويلة يعني في النهاية عندما تريد أن توقف هذا الدواء إذا كان يؤثر على أي جزء من الجهاز العصبي فأنت ستمر بما يسمى بـ withdrawal syndrome بالإنجليزي، اللي هو يعني مرحلة سحب هذه الأدوية من الجسم. وربما تكون المشكلة أكبر مما تتوقع، فيستحسن أن لا تستعمل هذه الأدوية وتجد طرق غير عقاقيرية لحل المشكلة. أما بتغيير ساعات النوم أو باستعمال مثلا القراءة لكي يعني تساعدك على النوم، بعض الناس بهالشكل،
وبعضهم ينامون أكثر إذا سمعوا نوع من الموسيقى. صحيح. وهكذا. وأحيانا حتى بممارسة الجنس بتساعد. صح صح. أو أخذ شاور ساخن قبل. طب ماجد بيسأل، هل هناك حلول إبداعية خارج الصندوق لمشكلة توقف التنفس السليب إبنيا بعيد عن الجهاز اللي يوضع في الليل؟ هل هناك طرق أخرى؟ احنا ما ذكرنا موضوع هذا، اكبر موضوع في علم النوم هو السليب ابنيا، وكان اكثر الناس اللي يشوفهم في العياده مصابين بسليب ابنيا. ف اهم شيء في موضوع السليب ابنيا ان يعني ندرك ان هناك عامل وراثي اولا. قد يكون سليب أبنيا موجود في الأب، أو هو عرثا في الرجال أكثر من النساء بكثير، فهذا واحد. لكن أكبر سبب لموضوع سليب أبنيا هو السمن. فإذا كنت تستطيع أن تغير من وزنك بطريقة يعني عملية وناجحة، فممكن أن تتخلص تماماً من سليب أبنيا. أنا أتذكر أني يعني طبعاً شفت مئات، إذا كان مش ألوف، الناس اللي عندهم هذه المشكلة. الناس اللي عندهم سليب أبنيا يكون عندهم سمنة، وتكون الرقبة سميكة جداً. عندما تقيس الرقبة تجد أنه مثلا الإنسان العادي يكون عنده 16 بوصة إذا كنا نستعمل البوصات، لكن أصحاب الرجال اللي عندهم السليب أبنيا يكون في 17 18 19 حاجة زي كده. والشيء الآخر أنه في حاجة يسموها بالإنجليزي body mass index، يعني نسبة الوزن للطول. نعم. فإذا شفت، إذا قسمت الوزن على الطول مضروب في نفسه، وجدت أنه الرقم أكثر من 25، لأنه الوزن كبير والطول مثلا 5 أقدام ونص. نعم. ولا 5 أقدام و8 بوصات أو 6 أقدام زيك أنت يا دكتور. نعم. مش كده؟ أنت 6 أقدام. 6 أقدام. صح. فإذا كان أنت طويل ووزنك كبير، معلش يعني النسبة بين هذا وذاك تكون مقبولة، لكن لما تكون قصير وفي نفس الوقت سمين والبودي ماس إندكس أكثر من 25، مثلا يصل إلى 30 أو 32، تقريبا مؤكد بيكون عندك سليب أبنيا. ولذلك يجب أن تخفف من وزنك. أنا جاني قبل 10 سنوات واحد من أشهر المحامين في أوتاوا، فسمين جدا ما عنده رقبته بهالشكل، وما بيقدر يعني يعمل شغله، لازم يركز مع الزبون وهيك. قلت له شوف انت، قست له رقبته ووزنه، قلت له انت عندك يعني خيارين، اول واحد انك تستعمل هذا الجهاز، والثاني انك تخفف من وزنك. قال لي طيب اورايت، انا بستعمل الجهاز. استعمل الجهاز، وبعدين في نفس الوقت قلت له أثناء ما أنت تستعمل الجهاز يجب أن تخفف من وزنك بشكل يعني كبير جدا لحد ما يصل إلى هذا الرقم. لما عاد لي بعد 6 أشهر أنا استغربت، يعني كان وزنه نقص بشكل لا يصدق. سبحان الله. قلت له كيف أقول لي أنا جيت بس أتشكرك أنك غيرت حياتي تماما. سبحان الله. أنا تركت الجهاز مش محتاجه
صح، اصحى في النهار الصباح وانا يقظ جدا، وشغلي في مكتب في ممتاز جدا، ومش محتاج حتى الجهاز، وتبرعت لشخص اخر سبحان يعني الله. الى هذا الحد. انا باي ذا واي حطيت الكالكوليتر تبع البي ام اي اللي كان يحكي عنه الدكتور عشان يسهل عليكم، هذا اللينك موجود ممكن بس تكبسوا عليه وتطلعوا وتقيسوا لهذا. طيب دكتور، هل تناول بعض الاعشاب المغليه قبل النوم بتساعد على التخلص من مشاكل الارق والانسوميا، اليانسون والنعنع والبابونج، الزهور هاي اللي معروفه؟ والله هذا شيء انا راح يعني اعترف اني لا اعرف عنه اي شيء، ما لم امر بهذه التجربه، لانه هذه الاشياء موجوده اكثر شيء في الشرق. صحيح، وانا دراستي كانت كلها في الغرب. ما حد مع الاسف يعني، طبعا انا لا اقصد بهذا انه هذا كلام فاضي، لا اقصد اني انا غبي في هذا الموضوع. سلامتك دكتور، سلامتك. طيب عبد الله بيسالك واتس ذا بيست سايد تو سليب اون اند واي، هل الجانب اليمين، الجانب الشمال، على البطن، على الظهر، هل هي نومة البيبي زي ما بيحكوا، أم هي النومة العادية مفروضة الظهر؟ هذا شيء يختلف تماما من شخص إلى آخر. في ناس ما بيقدر ينام إلا يكون على بطنه، وآخر يكون أما على اليسار أو على اليمين. شيء شخصي جدا، ومالوش ما فيش شيء علمي الذي يستطيع الطبيب يقول انه لا انت جرب تنام على اليسار انه راح تنام احسن. ما في اي يعني معلومات او ديتا بهالشكل في اي كتاب انا شفته حتى الان. دكتور مخلص، زميلنا دكتور مخلص بيحكي يوغورت is the best and banana، الزبادي والبنانا الموز بيساعدوا على كلام الدكتور. طيب دكتور، أنا بدي أسألك عن غرفة النوم، ما هي الشروط اللي لازم تتوفر في غرفة النوم؟ هل الأفضل تكون فيها إضاءة خفيفة؟ في ناس ما أدري، إحنا باللغة تبعتنا نسميها نواسة، اللي هي الضوء الخفيف. في ناس بدهم ظلام دامس، في ناس بدهم ستائر، في ناس بخلوا الستائر مفتوحة. شو الريكومنديشن لغرفة النوم بشكل عام؟ هذا يعتمد على الشخص نفسه. في بعض الناس حساسين لكل شيء، مثلا في بعضنا حساس جدا للأصوات، وآخر ينام إن شاء الله تعمل قنابل جنبه وبرضه بينام. صحيح، ونفس الشيء بالنسبة للضوء. طبعا الضوء الذي يمكن أن يقال بدون أي تردد هو أنه الضوء الساطع لا يسمح لأي شخص مهما كان يعني أن ينام بسرعة، لأنه كما ذكرت أن الضوء الذي يعمله هو أنه يلغي إفرازات الميلاتونين التي تأتي من الهايبوثالمس، الجزء الأسفل من المخ، عندما يتعرض الإنسان للظلام. فأنت تجيب الضوء، الميلاتونين هذا بيزول، ما لا يفرز، خلاص انتهى. فكيف يستطيع الجسم أن يبدأ في النوم إذا لم تكن المادة الميلاتونين موجودة، حتى على الأقل يعني تبدأ هذا الشخص في طريقه إلى النوم؟ واضح. طيب دكتور، درجة الحرارة، هل هناك درجة حرارة مثالية الواحد ينام فيها بالغرفة؟ يعني ناس بقول لك 20 هذا أفضل درجة تنام فيها، ناس بقول لك لا 18 الأفضل، لأنه أيضا هذا شيء شخصي جدا. لكن صحيح هالنوع الحرارة لا تساعد على النوم، ولكن أيضا البرودة الشديدة لا تساعد على النوم أبداً، بالعكس. طبعاً يعني.
إذا ذهبنا من النقيض إلى النقيض ما بيصير. لكن كمان أنت يجب أن تأخذ بعين الاعتبار موضوع يعني زوجتك أو هي تأخذ زوجها بعين الاعتبار. مش كل شخصين يعني يفضلون نفس الدرجة من الحرارة. نعم. طيب السؤال اللي ما قبل النوم، التلفاز والآيباد والحاسوب والهاتف، كثير ناس منا بمسك تلفونه قبل ما ينام وبعد يقرأ ساعة مسجات واتساب وفيديوهات، أو هل هذا بيأثر على الكواليتي تبعت النوم، على النوم نفسه أم لا؟ سمعنا كثير عن أبحاث عن بسموها البلو سكرين وآثارها والاستعمال هذه الأشياء طبعاً بيزيد من درجة التحفز. يعني أنت إذا تشوف شيء بالتلفزيون طبعاً تستوعب المعلومات هذه وتدخلها في رأسك وتفكر فيها، وربما يأخذك إلى هذا التفكير إلى مشروع معين، فيبقى رأسك مشغول بهذه الأشياء. ونفس الشيء إذا كان أنت على التليفون، ربما تضطر عندما تنتهي من مكالمتك أن تنتظر جواب من شخص يرد عليك. هذه أشياء لا تساعد على النوم، لكن في بعض الناس عندهم مناعة تامة لهذه الأشياء، بل أنه هم يعني يكونون مرتاحين جداً وينامون بالرغم من كل هذه الأشياء، بل أنها بالنسبة لهم تساعدهم على النوم، لأنه على الأقل يعني كلم صاحبه صديقته في التليفون 20 دقيقة وشبع كلام يعني لحد اليوم الثاني، بعدين هو راح يستأنف هذا الحديث. هذه مسألة شخصية ويعني نوع من التحفز النفسي لشيء هو يعتبر أنه شيء مهم جدا بالنسبة له. دكتور، الكافيين، حدثنا عن مشكلة الكافيين والنوم. يعني الكوفي، في ناس، أنا والدي الله يرحمه كان إذا بتحط له دلة القهوة بيشرب 3-4 كاسات بنام دايركت. يعني احنا اذا بدنا ابونا ينام بحط له قهوه، مع انه بقول لك الكافيين ما بينوم، هو اذا بده ينام بحط له قهوه. لا، هذه التناقضات موجوده في اشياء كثيره طبعا. انت كطبيب نفسك تعرف تعلم ذلك طبعا. ما لا ادري كيف بعض الناس يتاثرون بسرعه واخرين لا يتاثرون. كما في مثل يمني يقول لك هذا بيسكر من زبيبة. القات دكتور، هل بيأثر برضو على النوم؟ أيوة جدا، لأنه هو ستيموليتر. أيوة، القات هذه كارثة من كل ناحية، يعني كارثة اقتصادية، كارثة صحية، كارثة زوجية. ما أدري كيف يعني الشعب اليمني عايش مع القات، لكن بدون شك أنه القات منبه، وأعرف أعداد كبيرة من الناس اللي كانوا يمضغون القات في صنعاء وعدن أيضا، كانوا يعودون إلى المنزل كلهم بعض العشاء ويشربون الكحول، لأن الكحول بكميات كبيرة لكي يكون يعني فعل مضاد ضد القات اللي هو منبه. وهذا طبعا الكحول نفسه مشكلة بالنسبة للنوم، يضرب كل السيستم. أي الكحول معروف أنه يلخبط النوم، يعني مش الكحول نفسه ولكن الميتابوليك برودكتس، أثر الكحول، المواد الكيماوية التي تأتي من تفاعل الكحول في الجسم،
بعد يعني أن يمر بالأمعاء. فهذه فإذا عنده مشكلتين، فعندك القات يسبب أرق، وهذه المواد الكحولية أيضا تسبب أرق. كلير دكتور، في سؤال من عبد الله بقول لك التيث جريندينج أو جريندينج جريندينج اللي صرك الأسنان، ضغط الأسنان أو يا ضغط على الأسنان، وخاصة عند الناس اللي عندهم مشاكل نفسية وهذا، احكي لنا عنها. أنا ما شفتها كثير الحقيقة، أعرف أنه عادة قلائل الذين تؤثر فيهم هذه العادة، ويلجؤون في أكثر أوقات إلى حكيم الأسنان يعمل له هو اكتشفها. يس هو اللي اكتشفها، طبيب الأسنان يكتشفها. أيوه. لأن تكون أيوه. الأسنان مسطحة. نعم أيوه. هي ما لهاش علاقة دايركت يعني مع أنا بعد إذنك ممكن أحكي فيها لأنها في تخصصي طبعاً. هذه بس بتكون أسبابها أسباب عصبية في المسلز أو العضلات تبعت الوجه، اللي هي بتعمل عملية الإغلاق والفتح للفكين. وطبعاً زي ما حكى الدكتور بيكتشفها عادة طبيب الأسنان لما بيروح عند المريض، بيشوف أسنانه صارت مستوية ما فيها البروزات، فبعرف إنه كان يسرق على أسنانه. العلاج تبعها هو تحفظي، بيحاولوا إنه يعملوا له زي شغلة اسمها نايت جارد، عبارة عن جهاز بسيط بلاستيكي بفصل الأسنان عن بعضها، أو مطاطي هو ربري، بفصل الأسنان عن بعضها بحطه بالليل. طبعا في ناس ما بيقدروا يحطوه لأنه مؤذي يعني يحطه في الأسنان، لكن هذا هو العلاج التحفظي تبعه. في الآن بعض الأطباء بضربوا إبر بتسبب زي تخفيف الضغط على العضلات، وبتمل طبعا في طرق علاجية كثيرة، لكن يعني بس حبينا نلقي الضوء عليها. على ذكر الموضوع الأسنان وكذا، ذكرتني اني اننا لم نتحدث عن موضوع الجراحة او دور الجراح في موضوع النوم والشخير، لانه كما تعلم هناك بعض الحالات الذي يكون المريض مصاب فيها بشخير مع توقف التنفس في نفس الوقت، بسبب أن السوفت باليت تكون السوفت باليت بالعربي شو الحلق، سقف الحلق، سقف الحلق أيوه أوكي. اللي في اللي في مؤخرة اللي في النهاية. يس في نهاية سقف الحلق. أيوه. بتكون إذا كانت طويلة فهي تعمل ذبذبة. نعم. بهذه الطريقة يكون هناك شخير. هناك جراحين مختصين في هذا الموضوع مثلك يعني، الذين يقصون جزء من هذه السوفت باليت بحيث أنها لا تتحرك تحرك كبير أثناء النوم، ويكون محدود الحركة والصوت تقريبا ينتهي. لكن هذا أيضا يستعمل في موضوع السليب أبنية عند بعض الناس، ولو أنه هو شيء غير لا مش مفيد كثير للسليب أبنية إلا إذا كانت خفيفة، ما تحصل مثلا 10-15 مرة في الساعة، مش من النوع الذي تحدث 60 مرة في الساعة. ودور الطبيب الذي يستعمل هنسميها الكمامة، هي في الطب الإنجليزي طبعا ماسك. أنا عملت صورة في الفيسبوك، واحد لابس بريذنج ماسك، وهذه مصنوعة من البلاستيك. فالذي يحدث أنه الشخص
يستلم الهواء من برا، هو مش أكسجين، هواء عادي، لكن يكون تحت ضغط معين، بحيث أنه صدر يشعر أنه هناك ضغط على صدره في الأول حتى يعتاد، قبل أن يعتاد عليها بعد عدة أسابيع يشعر بضغط على صدره. ولكن هذا الذي يحدث أنه هذا الضغط من الهواء الذي يأتي من برا يفتح القصبة الهوائية، القصبة الهوائية تكون عادة بهالشكل، لما تكون احنا صحيين تكون بهالشكل، لكن عندما ينام الإنسان يعني تكون نقص عندها المسل تون فتنطبق على بعض، وتأتي هذا الضغط الهوائي ويفتحها بهالشكل، فعندئذ يستطيع الإنسان أن يستنشق وأن أيضا أن يطرد الهواء إلى برا بدون ما تنطبق عليه. طبعا موضوع الشخير ما حد بيسأل عنه دكتور، ليش؟ لأنه ما في حدا بتأذى من الشخير، بتأذى البارتنر تبعه فهو مش سهل لا هذا سبب طلاق صحيح طيب أستاذ رنا بتحكي، قرأت مرة أنا بعض العلماء قالوا إنه الأشخاص الذين لديهم نشاط ذهني عالي يكون نمط نموهم عبارة عن قيلولة متقطعة خلال اليوم، وأن أجسامهم تتعود وتعيش بشكل طبيعي بهذا الشكل، فهل هذا صحيح؟ أي نعم، هناك عدد بسيط من هؤلاء الناس الذين ينامون من في فترات يعني قصيرة متقطعة، ووجدوا أنهم يعني أذهانهم تكون متقدة لأنهم ناموا مثلا نص ساعة أو ساعة وبعدين راحوا عملوا عمل جامد وثلاث ساعات وبعدين بيناموا عشر دقائق ويستأنفوا في العمل، هذه ما فيها مشكلة يعني. إذا كان هذا هو، إذا كان يستطيع أن يفعل ذلك، أنا أعرف أنه كطبيب لا أستطيع أن أعمل ذلك في المستشفى بيطردوني أو إذا كنت أنت مهندس ومسؤول عن مثلا تيار الكهربائي أنه يكون موجود في المدينة لكن هناك ظروف تسمح بهذا الشيء. طيب دكتور، في سؤال من أحد الأصدقاء على الصفحة بيحكي، هذا سؤال يجمع بين مشكلة النوم والأعصاب. السؤال بيحكي، ينتابني شعور ضيق مع شعور ضجر مزعج جدا برجلي اليسار، ليس ألما تمنعني من النوم، اضطربت رجلي ضربا مبرحا في المكان، أعتقد أنه الذي يزعجني ليتوقف هذا الشعور. سألت الطبيبة تدرس اختصاص أعصاب، قالت يجب أن أذهب إلى طبيب أعصاب وقد تكون الأعصاب الطرفية عندي مشكلة، علما أني سبق راجعت طبيب العظام وتبين أن نقص فيتامين دي، وتم صرف وصفة طبية وارتفعت نسبة الفيتامين ومع ذلك لم يذهب هذا الضجر. الضجر زي ما فهمته مزعج برجله اليسار، ليس هناك ألم بس في ضربات في الرجل تزعج عند النوم، في بس في جهة واحدة اليسار. يس لا ما أستطيع أن أجد إجابة لهذا. إذا كانت جهة واحدة، في شيء اسمه The restless leg syndrome بالإنجليزي، يعني الحركة الدائمة في الساقين، لكن تكون في الساقين، وهذه تمنع الشخص من النوم لأنه طول الوقت يريد أن يحرك ساقيه علشان يتخلص من هذا الشعور اللي هو نوع من النمنس، وفي نفس الوقت نوع من الوجع الخفيف، فيمنعهم من النوم. وعندما
ينزل من السرير ويروح يمشي خطوتين أو يدور على الحجرة، هذا الشعور بيروح لكن مؤقتا، وأول ما يرجع على السرير يحصل له مرة ثانية. فهذا الريستلس ليج سيندروم يعالج عادة بدواء بيشبه يعني من فصيلة ال اسمه بنزودايازبين، من فصيلة البنزودايازبين. لكن اللي ذكره الأخ هذا هو في جهة واحدة فقط. yes. هذه بدها فحص من سرير عن طريق أما نيورولوجيست أو أورثوبيديك سيرجن إذا كان في فرق بين حجم الساقين بسبب من الأسباب، قد يكون وراثي أو قد يكون بسبب كسر في الساق قبل عدة سنوات. في هذه الحالة بدها أحسن تكون استشارة طبية مضبوطة. قد يكون هناك ديسك مثلا دكتور في أحد الفقرات الدنيا من صارت تعمل له ألم في الأعصاب في رجل، بس الديسك هذه احنا بنشوفها بكثرة في احنا اللي في الأعصاب. كل ما يحدث في الديسك هو في الأول عبارة عن ألم، أحيانا قد يكون خفيف ثم يصبح شديد، وإذا كبر الديسك عندئذ قد يحصل شلل في بعض العضلات بحيث أن المشي يكون غير سيمتري متوازن مختلف، بس مش لا يؤثر على النوم نفسه رأسا. هذا عبارة عن هذا زي أي شخص عنده ألم في المعدة مثلا ما بيقدر ينام، لكن مش معنى هذا أنه الشيء هذا بسبب النوم، هذا بسبب جزء آخر من الجسم. الدكتور أحمد بتابعنا، بنرحب فيه دكتور أحمد صديقنا وعزيزنا أخصائي الحساسية، بيحكي تعقيب بخصوص توقف التنفس أثناء النوم عند الأطفال الذي يختلف عنه في الكبار، حيث يكون السبب الرئيسي عادة بسبب تضخم الأدونيد أو لحمية الأنف وليست السمنة، وقد تحتاج إلى تدخل جراحي لإزالتها عن طريق طبيب الأنف والأذن والحنجرة. هو اختصاصه في إيش؟ هو أخصائي ألرجي. نعم في الألرجي. ألرجي. أيوة نعم، في هناك حالات حيث تكون اللوزتين ضخمة جدا، حيث أنه تجد تستغرب عندما ترى هذا وتقول كيف وصل كيف وصل الهواء إلى الرئتين بوجود هذه التونسلز اللوز الضخمة. لا في هذه الحالة طبعا اللوزتين يجب أن تزال من قبل الجراح، و ما لا أعتقد أنه هناك أي مشكلة. يا شكرا دكتور في إزالة هذه الأشياء. شكرا دكتور على المداخلة. في الأستاذ محمد نجيب بيسأل، أنا أعاني من التهابات شديدة باللسان نتيجة ضغط الأسنان على بعضها وحك اللسان بصاروخ بصورة شديدة على الأسنان أثناء النوم، مما يسبب التهاب في اللسان يجعلني لا أستطيع الأكل بشكل طبيعي، فما هو الحل؟ أنا يمكن جاوبت هذا السؤال اللي هو نايت جارد، بدك تروح على طبيب الأسنان بيعمل لك نايت جارد بمنع السبب فبطل في التهابات، إلا إذا عندك مشكلة في اللسان حجم اللسان كبير برضو ممكن يشوفها الطبيب الأسنان ويشوف حجم اللسان، إذا حجمه كبير قد تحتاج إلى عملية لتصغير اللسان، عادة في اسمه اللسان الضخم بكون أكبر من حجمه الطبيعي اللي يملأ الفم. دكتور مخلص بيحكي، صديقي عنده شخير وزوجته تنام نوم طبيعي وهي تستيقظ مرعوبة، إذا توقف شخيره وتوقظه للتأكد أنه لا يزال على قيد الحياة. هاي مرأة صالحة. اي طبعا. هذا السيناريو يعني يحدث بكثرة
بشكل رهيب. نعم، في هذه الحالة هو بحاجة أولا أن إذا استطاع أن ينام على الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى أحيانا، أما أن الشخير سيقل أو ربما إذا كان محظوظ سينتهي، لكن في النهاية أعتقد أنه سيضطر أن يذهب لعملية جراحية من النوع الذي أنت تعملها دكتور. طيب. هذه مش يعني ما هيش مشكلة وتنتهي بسرعة، يعني حل جذري. طيب دكتور، في النهاية يعني إحنا طولنا عليك، إحنا المفروض كان ساعة، إن ساعة وحوالي 14 دقيقة. حابين نسمع منك آخر كلمات تحب توجهها للجمهور، أهم النصائح اللي ما حدا سأل عنها، هل في أشي بتحب تحكي فيه؟ إحنا ما تحدثنا بما يكفي عن موضوع السليب أبنية، لأنه هذه المشكلة هي أكبر مشكلة. صحيح. عددا، من ناحية العدد صحيح أنها تحدث في الشخص الذي يكون متين ورقبته كبيرة والأخ، لكن أيضا هناك العلاج الذي يستعمل الآن بطريقة روتينية وهو CPAP اللي هو Continuous Positive Airway Pressure، يعني يعطيك هواء تحت ضغط معين، مثلا ضغط 15 سنتي ولا 10 سنتي، بحيث أنه يفتح القصبة الهوائية. نعم. خليني أشرح للمشاهدين شيء مهم، لأنه هذه حالة شائعة جدا جدا. فضل. القصبة الهوائية تكون يعني مفتوحة بهالشكل لما نكون صحيين. أو عندي هنا أنبوبة راح أجيبها. أوكي. شوف هذه الأنبوبة واضحة. فهذه القصبة الهوائية تكون مثلا بهالشكل، ولكن لما تنام يحصل العضلات المحيطة بهذه القصبة يعني تسترخي جدا، فماذا يحدث؟ القصبة هذه تضيق بهالشكل. أوكي. كيف؟ واضح. طبعا فالهواء يدخل، لكن يمكن عشر الهواء السابق، يعني الكمية تكون أقل بكثير. ولذلك أسهل شيء تعمله هو أنك تفتح هذا الباب من جديد إذا أمكن. كيف تفتحه؟ أنك تستعمل جهاز يسموه The Continuous Positive Airway Pressure، يعني الهواء بيجي بيدخل من الأنف وينزل إلى حنجرتك، وعندما ينزل حنجرة بضغط معين تنفتح من جديد والهواء يدخل إلى الرئة. وهذه صارت الآن يعني أعداد رهيبة من الناس يستعملون هذا الجهاز، وهو بسيط يعني تعتاد عليه بسرعة، مش مشكلة. طبعا احنا بنشكرك دكتور، شكر جزيل. بوعدكم الدكتور يكون معنا إن شاء الله في حلقة كل شهر على الأقل، يتكلم عن موضوع مهم. طبعا هو تبرع بذلك، وبشكورا لما في مصلحة الجالية بشكل عام، كان منسق مع الجالية اليمنية بعرف، وحابين يسووا محاضرات فبهذا الشكل إن شاء الله، وخاصة إحنا مع وضع الكورونا الآن نستطيع أن نصل لكل الجالية العربية بحيث أنه يستفيدوا من الدكتور ومن معلوماته. إن شاء الله حيكون الحلقة الجاية عن موضوع آخر. إحنا راح عفوا الوقت، عندنا اختصاصيين في الجراحة العامة وفي أمراض الأطفال وفي النساء والولادة، كلهم أصدقاء شخصيين لي يعني، وأنت كمان أيضا دكتور تعرف عدد كبير من الأطباء. أكيد. وأيضا دكتور قاقيش. طيب. من الأردن، وعدد كبير منهم ممكن يعني
في وقت من الأوقات نكون غطينا كل المواضيع الجراحية والطبية إن شاء الله، حتى إلا الأعصاب. الأعصاب هي مشكلة. احنا حنكون معكم كل أسبوع في حلقة، الدكتور حيكون معنا برضه قدر المستطاع، رح يعطينا من وقته، أكيد لن يبخل علينا لأنه ما تعلمنا منه وما شفنا منه غير كل الكرم. نشكره باسم كنار تي في على هذه الفرصة اللي أتاحها لنا لنتحاور وجه لوجه مع جمهورنا وإخواننا وعائلتنا اليوم. نشكر جميع من كان معنا سأل أو حتى استمع. نشكر الأطباء اللي علقوا برضو وساعدوا في بعض التعليقات. نذكركم في لقائنا يوم غدا الساعة 7 إن شاء الله، حيكون مع الأستاذ ريم عناني عن العلاقات الإنسانية والاجتماعية، والساعة 9 مساء راح يكون مقهى اللي مقهى الجمعة، راح يكون مع أحد الأشخاص اللي شاركوا في Arab Got Talents، عنده هواية جميلة جدا. لا تضيعوا حلقة بكرة إن شاء الله، نشوفكم تصبحون على خير. شكرا دكتور. دكتور جمال عندي سؤال، تفضل. هل هذه الحلقة اللي سجلناها الآن هل ستكون موجودة مثلا بعد أسبوع بحيث نعم. والرابط بيكون نفس الشيء، هو نفسه. أنا حارسل لك الرابط الجديد بعد نهاية الحلقة بنص ساعة تقريبا إن شاء الله، حنحطها على اليوتيوب وحتكون هناك موجودة إلى الأزل إن شاء الله. أوكي. يب. عندكم يب. يعني حيز لها. Yes. You can share it. شكرا جزيلا. أنا شاكر لك أنت، يعني كل الأشياء اللي تعملها في الجالية العربية هذا شيء مذهل، ونحن فخورون، وأيضا نريد من كل شخص عنده موهبة أو شيء يقدمه للجالية العربية أن يتبرع بها أكيد. لصالح الجميع. هذا الشرف لنا دكتور، الشرف لنا. الله يبارك لك دكتور، السلام عليكم.